السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يونت 7 ليسون 4 بيج 47، افتح معايا صفحة 74. read the email and complete using the list. اقرأ البريد الإلكتروني وأكمل باستخدام القائمة. عندك كيوكمبرز عن خيار، بيكنيك رحلة، فارم مزرعة، رايدنج ركوب، الوفرة تعرفينها، بلاي جراوند ملعب. الايميل البريد الالكتروني مكتوب من فروم، يعني من علي at kuwaitmail.com، مكتوب لجاسم at kuwaitmail.com. علي بيكتب ايميل بريد الكتروني لجاسم، عنوان الايميل a visit to الوفرة، زيارة الى الوفرة. تعالوا نشوف بيقول ايه. دير جاسم، عزيزي يا جاسم، yesterday we went to، بالامس نحن ذهبنا إلى الإيه؟ ذهبنا إلى الإيه؟ أكيد ذهبنا إلى المزرعة. هنا هقول له we went to الوفرة، ذهبنا إلى الوفرة، يبقى هنكتب هنا الوفرة، خلاص. we went to أحمد سي، نحن ذهبنا إلى إيه أحمد؟ حاجة ملك أحمد اللي هي الفارم، مزرعة. we went to أحمد's farm، نحن ذهبنا إلى مزرعة أحمد. ها on the farm، أهي في المزرعة بقى، there are strawberries and، في المزرعة هناك يكون فراولات، وإيه تاني؟ في فراولة وإيه؟ cucumbers الخيار، ما هو كان مكتوب عندي في الدرس. يبقى أنا عندي مزرعة و cucumbers، مزرعة وخيار. I went horse إيه؟ أنا ذهبت ركوب الخيل. horse دايما يجي بعدها كلمة riding، يعني معناها ركوب الخيل. We played in the نقط، نحن لعبنا في الايه؟ المزرعة، الملعب اللي هو البلاي جراوند، ملعب يعني بلاي جراوند، خلاص. We had a نقط، نحن أخذنا أو لدينا رحلة، ذهبنا إلى رحلة. دايما we had قلنا بيجي بعدها اسم حاجة تملكها أو اسم مكان أنت، رحلة أنت بتروحها، وهذا بيكنيك. We had a lovely day، تناولنا يوم لطيف أو جميل. Here is a photo of us there، وها هنا صورة لنا هناك. Compare your answers with your friend، هتقارن إجاباتك مع أصدقائك. Ask and answer، اسأل وجاوب. Which season do you like؟ ها why؟ هنا بقول له أي فصل أنت تحب؟ هقول له مثلا I like spring. Why؟ لماذا؟ Because it is cooler than summer، لأنه أبرد من الإيه؟ من الصيف. ممكن أقول له I like autumn، ليه؟ Because it is warmer than winter، أو كل ده موجود في الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.